أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس، ومثل ما عودناكم وبرنامج إسراي في كل يوم جمعة، وهذه الليلة بإذن الله سيكون ضيفنا أيضا من الأشخاص المضيئين والذين تركوا بصمة مضيئة في خدمة دولة الكويت. أرحب بضيفي الفاضل الدكتور أحمد سامي المنيس، الناشط السياسي وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم علوم الكمبيوتر. حياك الله معنا دكتور. الله يحييك. في برنامج إسراي. الله يسلمك، وأنا أتشرف أكون في هذا البرنامج. يعني بداية دكتور أحمد، يعني شهد عام 1963 مولدكم الكريم، ما الذي بقي عالقا من هذاك التاريخ ولغاية الآن؟ والله أحداث كثيرة تبصج، يعني على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، على المستوى السياسي، ما أحد يقدر يحصرها مثلا. ناخذ لكن الجانب لكن الاجتماعي فيها. الجانب الاجتماعي اللي كان مميز هو اللقاءات اللي كنت أنا أحضرها أيام المرحوم في أنشطة سياسية الله يرحمه، كانت فعلا مميزة. كان يعجبني وايد طرحه، كان يشدني أسلوبه، كنت أشوف تفاعل الجمهور معاه، خصوصا لما كان يتحدث المرحوم كان يتحدث في منتهى الشفافية ومنتهى الصدق، فكنت تلمس منه هذا الصدى أمام في أنظار الناس، وكنت أستفيد طبعا من أفكاره، من يعني ما يطرحه من قضايا وما يناقشها، فكانت هذه الأمور اللي كانت دائما عالقة في ذهني. كان حريص على اصطحابك لهذه الأمور دكتور. أنا بحكم عمل أو دراستي الأكاديمية كنت كثير السفر، يعني أنا درست البكالوريوس وماجستير والدكتوراه خارج الكويت، فكنت أشتاق لما أرجع إلى الكويت أن أتحين الفرص بأن أنا أحضر هذه التجمعات السياسية أو هذه المنتديات، فحضرت أكثر من لقاءات سياسية بحضورة سواء كان في ديوانة أو كان خارج الديوان، ففعلا كان حريص، يعني كان من النوع اللي كان يذكرني دائما، يقول لي ترى في عندي لقاء في المكان الفلاني راح نناقش قضية معينة، فكنت أروح أنا بنفسي أحضر اللقاء وأكون حاضر. يعني دكتور أحمد، يعني هل يمكن القول بأنك عشت طفولة مرفهة يعني مقابل أولادك الحين، ولا أولادك عاشوا طفولة أكثر ترفيها منك؟ لا، عاشوا أكثر ترفيها. أكثر منك؟ بالتأكيد. يعني أنا شوف، يعني طفولتي كانت متزنة، يعني تجمع بين الشدة واللين، بين المنح والمنع. كانت يعني الوالد والوالدة الله يطول بعمرها، والوالدة الله يرحمها، كانوا دائما علاقتهم معنا إحنا مع أبنائهم كانت يعني تتسم بال يعني لا إفراط ولا تفريط، كان في نوع من الاتزان، في اتزان، في اتزان في العلاقة. أي نعم. فالحمد لله كانت الاحتياجات الأساسية البيولوجية النفسية الاجتماعية الأسرية كلها متوفرة، فكانت حياتنا مستقرة في هذا الأمر، فالحمد لله. يعني بس لم نعيش حياة مرفهة بمعنى بلغة الترفيه والنزعة الاستهلاكية اللي احنا نشوف الأيام. يعني ترفيه أو حياة أولادك أكثر ترفيها طبعا منك. طبعا أكيد 100%. طيب دكتور، يعني ما شاء الله، يعني كيف بنيت قصرك في الجنة؟ ربيت 3 بنات عسى الله يحفظهم لك، وأيضا عندك سامي عسى الله يحفظه ويوفقه يا رب العالمين. ودنا نتكلم على خصوصا في هذا الوقت التربية أصبحت يعني صعبة. جدا صعبة في خضم ما نشوفه من تطور ومن تكنولوجيا ومن تأثر مباشر للعيال، وحتى الأب والأم أصبحت المسؤولية جدا يعني جسيمة وصعبة. لا الحمد لله، بناتي كلهم منهم مهندسة كيميائية، عفوا ميكانيكية، مهندسة صناعية، واحدة خريجة علم نفس، وسام الآن ثانوية سنة أخيرة عسى الله يوفقه طبعا ونشوفه جامعة قريبا. آمين يا رب. فالحمد لله، يعني بالتأكيد ظروف اللي هم عاشوها تختلف عن الظروف اللي أنا عشتها، يعني طبيعة تغير الأمور والحياة الاجتماعية عموما، يعني بس بلا شك أيضا كنت دائما قريب منهم، متلمس لمشاكلهم، حوالينه في يعني في معظم الأوقات، فلكن الحمد لله يعني كانت تربية ناجحة، والآن أنا جد من بناتي عندي. لا تكبر نفسك. إيه طبعا، هذا الواقع، يعني هذا الواقع، عندي الآن حفيدتين والثالثة قادمة الآن بالطريق. عسى الله يحفظهم إن شاء الله. عسى الله يحفظهم. الله يحفظك. ودنا نتكلم على الجانب التعليمي في حياتك دكتور، ودنا نتكلم عن المدارس اللي درست فيها في مراحل حياتك. أنا درست في المرحلة التأسيسية أو الأساسية كان في مدرسة بن أثير اللي كانت ابتدائي ومتوسط في منطقة الروضة، وأيام الثانوية مرحلة الثانوية رحت إلى ثانوية عبد الله السالم اللي في السالمية،
والسبب كان الوالد الله يرحمه حريص إن دخلني ثانوية قوية. كان عندي رغبة بالتخصص العلمي، وكان يعلم مسبقا بأن ثانوية عبد الله السالم اللي بالسالمية كانت ثانوية يعني تميز فيها بروح المنافسة بين الطلبة. معظمهم كانوا طلبة وافدين من الجالية الفلسطينية والجالية المصرية، وبالتالي كان حدة التنافس بينهم في التحصيل العلمي قوي. فكان يعني حريص ان انا اكون في هذه الثانويه. فالحمد لله يعني دخلت الثانويه وتخرجت، وبعد ذلك طبعا حصلت على بعثه، جبت نسبه 89.9 في العلمي في الثانويه العامه. ما كان في نظام مقررات، وهذا كان يعتبر انجاز. حتى انا رشحت ان ادخل كليه الطب ذيك الايام، بس حصلت بعثه وسافرت لامريكا. يعني دكتور، بما انك عضو هيئه تدريس في جامعه الكويت، برايك هل التعليم في دوله الكويت تطور أم تراجع؟ هل الماضي أفضل أم الحاضر أفضل؟ لا طبعا تراجع مع الأسف الشديد، يعني وأمر محزن أنه يتراجع. يعني لما تأتي الكويت ترتيبها 79 في قائمة الدول فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، مع أن الكويت ترى على فكرة بالنسبة للإنفاق على التعليم 3.9 من الدخل القومي، وهذا يعني الإمارات 1.9. فالإنفاق عالي جدا ومع ذلك. وين الخلل دكتور هذا؟ أعتقد الخلل موجود في البيئة التعليمية. يعني هي الخلل صاير على يعني مستوى مكونات التعليم العام. يعني أنا أتكلم عن الضعف في أساليب التدريس وجودة المدرسين. أيضا أتكلم عن دافعية الطالب تغيرت. الطالب السابق عنده أكثر دافعية، الآن النزعة الاستهلاكية في المجتمع أعطت إحساس للطالب أنه راح يحصل على وظيفة مهما كان تخصصها، مهما درس، مهما كان. الدافعية تغيرت الآن. الخدمات التعليمية مع الأسف ضعيفة. الإدارة المدرسية تغيرت، يعني الآن المشاكل ومعوقات اللي احنا نسمحها في المؤسسات الحكومية أيضا موجودة في داخل الإدارة المدرسية. فبالتالي صفات القيادة والإشراف والمحاسبة ما عادت موجودة في السابق، يعني ما عادت الآن. حتى المناهج، يعني إحنا الآن لما تأتي الكويت في ترتيب متأخر في المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية، هذا أمر خطير، لأن هذا يؤثر بشكل كبير على النواتج التعليم في النهاية. وأيضا عطى مساحة أكبر للمنهج اللي هو المنهج الإسلامي على حساب مواد أساسية، يعني اللي هي تلعب دور مهم جدا في تخريج نوعية جيدة أو خامة طيبة من الطلبة. فأعتقد هي عدة عوامل تلعب دور. أيضا تدخل السياسة في الشأن التعليمي، سواء كان من تنظيمات سياسية، سواء كان من سياسيين، أثر تأثير مباشر على الحركة التعليمية دكتور بالكويت. بالتأكيد يعني أثر وبشكل سلبي بعد. طيب دكتور، يعني أنت من أوائل الذين درسوا علوم الكمبيوتر يعني في الخارج، ليش اخترت هذا التخصص بالذات وما كان له توجه قوي في ذاك الوقت؟ والله التخصص هذا له قصة. أنا عندما ذهبت إلى أمريكا في جامعة كنت ستيت يونيفرسيتي، كان رغبتي أدرس هندسة معمارية، وصادف أن المقاعد أغلقت لأن كان هذا تخصص صعب ومقاعده محدودة ومكلف، فما كان يسمحون أن أي أحد يدخل، بس أنا معدلي كان يسمحني. وكنت أساساً أنا كنت راح أدخل لغة لمدة 6 أشهر أدرس اللغة الإنجليزية كتأهيل، قبل ما تأخذ مواد لازم تأخذها وتنجح وبعد ذلك تنتقل لمرحلة. مدرس اللغة الإنجليزية كان يشير إلى بعض التخصصات العلمية المرغوبة أو المطلوبة في أمريكا، وكان من ضمنها علوم الكمبيوتر، وكان يتحدث عن هذا التخصص يدخل في كثير من الميادين الهندسية والطبية والتعليم وغيره، وكان تخصص يافع في بدايته حتى في أمريكا. فما كنت أعلم كثيرا عن هذا التخصص في الكويت، كنت أسمع في قسم اسمه علوم الكمبيوتر وكان صغير ومحدود بالهيئة التدريسية وبعدد الطلبة. فاهتميت فبديت أقرأ عنه، وشدني لأن شعرت أن هذا التخصص مو بس أنه راح يفتح لي فرص وظيفية، بل لأن أنا كان عندي رغبة من السابق أن أكمل دراسات عليا، كان يعطيني فرص أكبر أن أدخل في مجال الأبحاث، لأنه كان يفتح مجال في عدة ميادين تستطيع أن تربط بينهم مع علوم الكمبيوتر، وبالتالي الأفق البحثي يصير عندك واسع
في هذا الأمر. فتخصصت وغيرت تخصصي، وقبل الجامعة لأنها كانت تعتبر تخصص نادر في حينها. وفعلا أنا لما تخرجت دكتوراه كنت من الأوائل الدكاترة، ما كان في كويتيين في هذا القسم، أنا والدكتور محمد الملا. ما كانت مغامرة نوعا ما؟ كانت مغامرة، لأن كان بالنسبة لي تخصص مجهول، لكن لأن قرأت وكان عندي شوية خلفية وكان في نوع من التحدي فحبيت أن أخوض فيه. جميل. يعني دكتور أبي أتكلم أكثر عن الغربة وعن دراستك في الخارج والماستر والدكتوراه، ودنا نتكلم عن الغربة وعن هذه التفاصيل، ولكن بطلع فاصل ونرجع ونأخذ الإجابة منك بإذن الله. متواصلين معكم مشاهدين الكرام أكيد، ومع ضيفي الكريم دكتور أحمد سامي المنيس. فاصل نرجع لكم إن شاء الله. رجعنا مشاهدين الكرام ومتواصلين معكم بكل تأكيد وبرنامج إسراي، وأجدد الترحبة في ضيفي الكريم الدكتور أحمد سامي المنيس. حياك الله معنا دكتور مرة ثانية. يعني قبل الفاصل سألتك سؤال عن الغربة وعن دراستك للماجستير والدكتوراه، ودنا نتكلم عن هذه الفترة والحقبة الزمنية، وأكيد صقلت شخصية الدكتور أحمد أكثر. تفضل. إيه طبعا، الغربة تعلمك الاعتماد على النفس. أيام أول ما في وسائل تواصل اجتماعي، ما في تكنولوجيا، حتى المكالمات كانت صعبة. إذا بتتصل بأهلك تستنجد فيهم عندك مشكلة. فالاعتماد على النفس وتنمية الذات كانت يعني يمكن مميزات اللي أعتقد تصقل شخصية أي إنسان، مو بس أنا. بالغربة سافرت عمري تقريبا 17 ونص، تخرجت مبكرا نسبيا، فكان بالنسبة لي عمر صغير لما وصلت هناك، وبالتالي واجهت الغربة تقريبا لوحدي. كان عدد الكويتيين جدا قليل، والسفارة رتبت مع بعض الأسر الكويتية الكريمة هناك أن يلتقون فيني. فلما التقيت هناك ورحت، لكن خلاص أنت بعدين تخوض التجربة لوحدك يعني. فبديت أعيش هذه التجربة، واجهت بالتأكيد مشاكل في الغربة، الهومسك مثل ما يقولون، الرغبة أنك ترجع إلى البلد، وأنك خلاص هونت وأنك مليت بس مع الوقت تشعر أن يعني ودك بالعكس تواجه هذه المواقف بنوع من الإصرار، من التحدي، بنوع من يعني الاستمرارية. والحمد لله نجحنا يعني. بالعكس أنا عقب ما خلصت البكالوريوس حنيت أن أرجع مرة ثانية أمريكا. تعودت خلاص؟ تعودت أن أعيش بشكل مستقل وأتحمل مسؤولية. هل صحيح أن المكالمات يعني كنت تتكلمون مرة بالشهر؟ مرات فعلا يعني، مش بالشهر يعني، كل مرة أسبوعين يعني. طبعا ما في موبايلات قبل، تلفون البيت كان لازم تلفون البيت، ولازم أكون أنا موقت نفسي أن أكون متواجد في البيت، لأن احتمال يعني الأهل يتصلون فيني. وأنا مرات أحاول أتصل بحكم فرق التوقيت، بعد كنت لازم أراعي الوقت. فكان فعلا يعني كانت جدا صعبة يعني، قبل حتى ما في إيميلات، ما في هذه الوسائل، ما كانت موجودة إطلاقا. دكتور بما أنك يعني تخصصك علوم كمبيوتر ولك باع طويل في هذا التخصص، إلى أي مدى ترى دولة الكويت استفادت من هذا التخصص علوم الكمبيوتر؟ الكويت تقطع أشواط زينة في هذا التخصص، وبدأت الآن تأخذ ملامح الحكومة الإلكترونية، بس هي تأخرت يعني في دول سبقتها. لكن الأمر حتى الآن لم يصل مدى من التقدم، إحنا نتمنى هذا الشيء، لأن أنا وجود حكومة إلكترونية تعالج كثير من خلينا نقول القضايا الإدارية، تستطيع أن أيضا لها تبعات إيجابية، ممكن أيضا تعالج كثير من الخلل في الفساد الإداري، في الواسطة، في المحسوبية، لأن يصبح كل شيء نظام آلي، وبالتالي اختراقه يصبح صعب من قبل أي موظف إن كان. فللآن طبعا هذه الحكومة شقالة، وكثير من المعاملات ودفع الفواتير وتستطيع أن تنجزها عبر الإنترنت، بالإضافة أيضا تتعرف على كثير من خلينا نقول مثلا بعض المعلومات، يعني مثلا فواتيرك تستطيع أن تتعرف عليها، غراماتك، الأمور. فهذا طبعا إنجاز يعني يحسب لصالح الحكومة الكويتية. دكتور أحمد، بما أنك يعني ابن لرحمة الله عليه الرجل والنائب الوطني سامي المنيس، فلا بد أني أعرج وأتحدث عن هذه الشخصية الوطنية التي كان لها باع طويل في خدمة دولة الكويت. سامي المنيس ومولدك الذي بدأ مع مسيرة
الراحل رحمة الله عليه في الجانب السياسي، متى بدأت تشعر بنكهة البيت السياسي يا دكتور أحمد؟ طبعا شعرت فيها لما بدينا نوع شوية بالعمل السياسي، بس وأنا صغير كنت أشوف الوالد نشيط جدا سياسيا، كان حتى وجوده معنا في البيت كان تقريبا شبه محدود، يعني كنا نلتقي في مساء فقط بحكم أن اليوم كله كان مشغول يعني. فكنت أتساءل مرات يعني ليش هذه الغيبة الطويلة يعني عن البيت، فكنت أعرف من الوالد الله يحفظه أنه بسبب مشغلاته بالعمل السياسي. فبدأت أشعر، وهذا اللي خلاني شوي أهتم أكثر بالشأن السياسي يعني، يمكن بدأت أقرأ. كان عنده مكتبة الراحل في غرفته كبيرة تحتوي على كثير من الكتب، فكنت أهتم أن أخذ أحد الكتب وأقعد أقراها في عدة مواضيع. فبدأ الشيء يعني اهتمام مبكر نسبيا يعني، يمكن وأنا قريب الـ 11-12 بدأت أقرأ يعني، أتقرأ وأتصفح في بعض الأمور السياسية. بس طبعا كنت أنا أيضا مشغول بدراستي وعلمي يعني، حتى ما كنت أحتك معاه كثيرا في ذيك الفترة في يعني أنشطة سياسية. فالوالد الله يرحمه فعلا يعني عطى كثير من جهده من عمره من طاقته في سبيل خدمة الوطن. هل كان حريص رحمة الله عليه على تنمية قدراتك سياسيا، أو كان مخليك على راحتك؟ كان مخليني على راحتي. على راحتك. إيه، بس دائما كان يقول لي يعني اهتم بالعلم، سلاحك الحقيقي في مواجهة ظروف الحياة الصعبة هو العلم. الوالد نشأ يتيم عمره 5 سنوات، وبالتالي تحمل مسؤولية كبيرة منذ الصغر إنه يصرف على الأسرة. فعمله في سن صغير 14 سنة كعامل في شركة النفط الكويتية، وشاف معاناة العمل كيف يكون في هذا العمر الصغير، وسافر إلى الهند حتى يدرس في أحد المدارس اللغة العربية التي أنشأتها الكويت، وتغرب في سبيل هذا الأمر. صحيح أن أسقلته كتجربة شخصية وكونت شخصيته وعملت وخلت منه شخص كادح حصامي، لكن أيضا أعطيته يعني نوع من الاهتمام بالعلم، لأن الوالد الله يرحمه لم تتاح له فرصة إنه يكمل دراسات في مجال علم معين أو تخصص. لما وصل إلى مرحلة عمر مبكر درس خلال دورة طبعا في الصيدلة، علوم الصيدلة، ومن هنا عمل في وزارة الصحة. فلكن كان إنسان يحب العلم بشكل كبير يعني، ولهذا سبب حرص دائما يقول لي سلاحك الفعلي هو العلم. طيب 40 سنة من العمل السياسي للمرحوم عسى الله يغفر له يا رب سامي المنيس، إرث جدا كبير. هل استفدت من هذا الإرث السياسي لعمل 40 سنة من الوالد؟ طبعا بالتأكيد استفدت يعني، أنا عشت في بيئة سياسية، تابعت المرحوم عن قرب، كان دائما الله يرحمه لما في نهاية اليوم في معظم الأيام يجلس معنا مساء يعطينا ملخص عن أنشطة السياسية والاجتماعية، فكنت أستمع إليه، كنت أتابعه في وسائل الإعلام. فهذا كله طبعا لعب الدور في صقلي فكريا وصقلي سياسيا. وأنا تعلمت شيء مهم ترى، يعني أنا يمكن إحنا لو نكون واقعيين يعني، أنا عشت في الغرفة تقريبا 12 سنة، أكيد أيضا لعب الدور في صقل شخصيتي. فجمعت بين الاثنين، جمعت بين مدرسة المرحوم سامي منيس، وجمعت بين مدرسة الغربة اللي هو كان في أمريكا، فتعلمت منهم النظام، تعلمت منه أكون شخصية براغماتية واقعية، أتعامل مع الأمور بنوع من العلم والدراسة والمنطق. طبعا هذا ما أقول إن الوالد ما كان، بالعكس الوالد كان جدا منطقي، بس أنا أعتقد نفسي بسبب ما تعلمت العلم مرات يؤثر. لما تتعلم كيف مثلا تعمل تجربة علمية تعطيك أساليب معينة تسقي شخصيتك فيها، تقدر تستخدمها حتى في كوسيلة في نظرتك للأمور حتى لو كانت سياسية. ومن هنا أيضا لعب الدور في سقط شخصيتي. فأنا تعلمت من مدرستين حقيقة يعني. هل صحيح ما يقال عن الوالد رحمة الله عليه أن الوالد رحمة الله عليه اضطر للسياسة لإغلاق يعني صيدلياته أو إغلاق شيء تجاري خاص فيه؟ طبعا الوالد كان جدا عنده حساسية بأن أحد يقول عنه أنه استغل وضع السياسي في تنفيع نفسه شخصيا أو يستفيد تجاريا.
فكان عنده حساسية مو طبيعية، كان يعتقد أن لا أريد أن يفسر بأن أنا صرت نائب وبالتالي استفدت من عضويتي عشان أربح صيدليتي مثلا. ففعلا أول ما صار نائب عضو أغلق صيدلية، أغلقها؟ أغلقها تماما، باحها يعني، باح بالمرة. أيضا الوالد، أنا راح أتكلم عن الوالد، أكيد أتكلم عن هذا الإرث التاريخي وهذا العملاق السياسي رحمة الله عليه، يعني مزج بعد ذلك بين السياسة والصحافة، وتوفي وهو نائب في البرلمان وأيضا رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، ونتكلم عن هذه الحقبة دكتور أحمد. الوالد الله يرحمه فعلا كان عنده اهتمام بالشأن القومي، وهو أحد مؤسسين اتحاد الصحفيين العرب، وكان منضم أيضا للحركات القومية مثل النادي الثقافي القومي في داخل الكويت، اللي هو فرع من القومية العربية أو النزعة القومية العربية، وكان أيضا عنده إعجاب يعني غير طبيعي خلينا نسميه بالثورة المصرية اللي هي ثورة جمال عبد الناصر 52، اللي كانت الثورة تنادي بالتحرر ومحاربة الاستعمار وغيره. فهذا أحد الأسباب اللي كان عنده زيارات كثيرة إلى القاهرة لكي يحتك بالمفكرين المصريين، لأن كانت تعتبر مصر هي عاصمة الثقافة العربية، وكانت هي مركز انطلاق القومية العربية، ولهذا السبب كان الوالد مهتم كثير في هذا الأمر. ومن هنا كان عنده علاقات جدا قوية وحميمة وتنسيقية مع رموز الحركة القومية في العالم العربي. هذا الحقبة طبعا جعلته فيما بعد يرشح بأن يكون رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ثم نائب رئيس، هو كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ثم كان رئيس لجنة الحريات الدائمة، وظل في هذا المنصب من 86، من 85 إلى 96. 96 هذه 11 سنة. أكيد أنا متواصل وراح أتحدث عن الوالد أكثر، وخصوصا في جمهورية مصر العربية، وعن مدى تأثره بالمد الناصر وعلاقته المباشرة مع الضباط الأحرار المصريين. فاصل إن شاء الله ونكمل مشاهدينا الكرام هذا الحوار الشيق والجميل مع دكتور أحمد سامي المنيس. فاصل وراجع لكم إن شاء الله. رجعنا مرة ثانية مشاهدينا الكرام وبرنامج إسراء، ومتواصلين أكيد مع ضيفي الكريم دكتور أحمد سامي المنيس. حياك الله معنا دكتور أحمد مرة ثانية. يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن يعني الوالد رحمة الله عليه، خصوصا في جمهورية مصر العربية وحبه لهذه الدولة، وعن علاقته بضباط الأحرار المصريين ومدى تأثره أكيد بالمد الناصري. أين يكمن يعني سر الوالد حبه لجمهورية مصر العربية التي تزوج منها وأيضا توفي فيها؟ كان يعشق مصر، هو بالنسبة له مصر كانت هي المنارة للمعرفة للفكر للثقافة، وكان يعني طبعا احنا لو بنقارن الكويت ذيك الأيام في جمهورية مصر العربية، كانت مصر تعتبر دولة متقدمة جدا في كثير من المجالات، وبالتالي كانت هي القدوة للعالم العربي، وكانت المطبخ دكتور أعتقد كانت المطبخ السياسي تقريبا للدول العربية بالضبط. ومن رفع شعار التحرر من الاستعمار كانت مصر، فكانت هي إيه بالنسبة للوالد وبالنسبة لكثير من القوميين العرب، إن هي إيه كانت الشعلة والمحرك الفعلي لحركات التحرر في العالم، مو بس في العالم العربي، على مستوى العالم أتكلم. وبلهذا السبب كان دائما حريص أن يستفيد من مفكرينها من مثقفينها، وكان دائما عنده علاقات مستمرة معها حتى لما كان في الكويت، ولهذا السبب كان زياراته متكررة. ومن هناك بسبب زياراته المتكررة تعرف على الوالدة الله يطول بعمرها، ومن عشقه في مصر كان يتمنى حتى أن يستقر فترة فيها في مصر، إلا أنه بعدين بسبب ظروفه السياسية داخل الكويت اضطر أن يرجع للكويت، لكن لم تنقطع علاقته مع مصر إطلاقا في كل المجالات. ما هي ملابسات وفاته في القاهرة دكتور أحمد؟ وهل صحيح يعني رحمة الله عليه أنه كان دائم الحديث عن الموت قبل انتقاله بفترة؟ الوالد الله يرحمه قبل حوالي من وفاته سنتين تعب وتعرض إلى أزمة قلبية كانت بسيطة، وكان وبعدها طبعا راجع الطبيب ونبهه أنه لابد أن يقطع التدخين، نظام غذائي معين يناسب صحتها. كان مدخن شره كان مدخن شره نعم.
فأعتقد من هنا بدأ يخشى على نفسه يعني فعلا بدأ، خصوصا كان طبيعة عمل السياسي مرهق، مش بس عمل السياسي حتى الجانب الاجتماعي كان مرهق، زيارة الدواوين ما كان يرجع إلا متأخر يعني، فاضطر إنه يتوقف عن التدخين، واضطر أيضا بدأ يعمل نظام غذائي. لكن يعني أنا أعتقد إنه كان الوقت نسبيا متأخر بسبب إنه كان مدخن شره، كان يدخن وهو عمره 14 سنة تقريبا يعني. ومع الإرهاق العمل لما نجح في الانتخابات الأخيرة 1999 كلف بأن يكون رئيس السن، ثم كلف أن يكون أيضا رئيس كثير من الوفود أو البرلمانية واللجان وغيرها، فكان بحكم عمره وسنه المتقدم كان يرهق، وهو من النوع اللي يعني يتحمل مسؤولية كبيرة يعني، مو شخص مثلا يشعر أن عند هذا العمل البرلماني أمانة في عنقه يعني، حتى لو هو تعبان لابد أن يوفيه وأديه. فكان مع التعب والإرهاق والضغط اللي كان يصير عليه بدأ يشعر يعني إلى شعور أنه يعني تدري شعور الشخص المريض شلون، أنه ترى هذا الأمر راح يوصلك بالنهاية إلى نهاية غير جيدة. فتكلم مرات يعني كان يشعر من التعب أنه يعني أنا ما عرفت إلا من الوالدة فيما بعد يعني. هل جامل على حساب صحته في خدمة دولة الكويت؟ جامل وايد على يعني كنا العمل السياسي. حتى كان يقول الله يرحمه هذه آخر يعني بالنسبة لي راح يكون آخر فصل تشريعي وراح ارتاح، لأنه فعلا كان يتعب الوالد الله يرحمه، فتعب فعلا تعب. فبعدين غادر الكويت إلى القاهرة، كانت الوالدة هناك، فكان يريد أن يشوفها قبل لا يبدأ رحلته في البرلمانية. طبعا كان من ضمن أحد الوفود وكان يرأس هذا الوفد، فغادر لمدة شهر تقريبا بنية أن يقعد شهر طبعا يعني. فلما ذهب بعد بأسبوعين بدأ يشعر بالتعب أكثر، لأنه كان يعمل ويستقبل، وكان يعني كان تأتي له دعوات من كثير من الشخصيات في مصر، فكان أيضا يرهق نفسه ما كان يرتاح يعني. مع التعب والإرهاق بدأ يشعر بآلام في كتفه اليمين، ثم في ظهره، ثم بدأ، فكان دائما يربطه بالروماتيزم. صادف أنه قبل أشهر كان يعاني من الروماتيزم، فكان يربط بين يعني هذه النوعية من الآلام. لما زادت عليه الآلام لليوم الثاني وبدأ يعني يشعر بالتعب الزائد، وبدأ طبعا يرجع يتقيأ وكذا، هنا بدأ يشعر أنه فعلا الأمر ليس روماتيزم، أنه هو فعلا تعب فعلي. أتذكر في هذا اليوم كان يوم الأربعاء 23/8، قبل وفاته بساعة أنا كنت في ديوانه جالس الساعة تقريبا 8:15، فاتصل في الديوانية فكلمته، فأول ما كلمته كان سعيد إن أنا رديت عليه، فقال لي الدكتور أحمد في الديوانية وسلم. فلما كلمته رحبته وكذا وكذا، وصار حديث يعني دار بيننا، وفي النهاية طلبت إن أكلم الوالدة، فكلمت الوالدة، شعرت هنا إن صوته مو طبيعي، حسيت إنه، فسألتها في شيء، ما رضت. أثاري تقول للوالدة فيما بعد إن كان الوالد يقول لا يسوي لك كذي يعني، لا تقولي له. فكان يشعر بالتعب، وسبحان الله كان يريد أن يكلم يعني يتحدث مع أحد، ففعلا كلمته قبلها، وبعدها بساعة يعني الخبر إنه توفى. بعدين عرفت إنه اتصلوا بالملحق الصحي، كلموا الطبيب وبعثوا له، بس كان الوقت متأخر، حتى يعني تقول للوالدة كان آخر شيء قاله قبل وفاته كان في عندنا قنفة ذهب يتقيأ تكرم في الحمام، فطلع فما قدر يوصل لغرفة نومه، فكان عندنا احنا قنفة بجانب الحمام تكرم يعني صالة صغيرة كانت، فطلب انه يجلس هنا، فقعد وبعدين انسدح، وكانت هاي سدحته الأخيرة الله يرحمه. رحمة الله عليه. ما حقيقة عرض عليه حرش الكويت من قبل مبعوث لصدام حسين؟ نعم، عرض عليه، وكان يعني حتى صدام كان يعلم مسبقا، لأنه يعرف منه سامي منيس وعرف تاريخه وعرف نزاهته وعرف يعني مبادئه، فكان يعلم مسبقا أنه راح يرفض. وحتى اللي راح له وكلم المرحوم سامي وقال له احنا نبيك في الحكومة القادمة، بعد طبعا ما رفض أبوي، وقال له أنا لا أناقش أي فرد كان، ومو محتل أي فرد كان مهما كان هذا الشخص، ومهما كان قيمته، ومهما كان
يعني منصبة وأنا دولتي تحت الاحتلال، لا أسمح هذا إطلاقا. فرفض هذا الأمر إطلاقا، فقال لذاك قال إحنا نعلم مسبقا أنك راح ترفض. قال إحنا نحن نعلم مسبقا أنك راح ترفض. دكتور أحمد المنيس، هل سار على نهج أبيه أم لا؟ بالتأكيد يعني أنا أتبنى مبادئ المرحوم الوالد فيما يتعلق إيمانه بالديمقراطية، إيمانه بالحريات العامة، إيمانه في كل ما يتعلق في قضية الدفاع عن الدستور الكويتي. لكن إن أنا أسلك نهجه 100% لا طبعا. أنا عشت في ظروف مختلفة، أنا يمكن لي لا أقول لي فكر مختلف، لي أراء سياسية مختلفة. دكتور المحاور كثيرة جدا صراحة، ولكن الوقت أسعفنا، يمكن ما غطينا كل المحاور. هل من كلمة أخيرة دكتور أحمد المنيس توجهها لي؟ أكرر شكري لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ومنحت لي فرصة مميزة لكي أتحدث عن شخصية وطنية بحجم المرحوم سامي المنيس. كل الشكر والتقدير بكل تأكيد مشاهدينا الكرام لضيفي الكريم دكتور أحمد سامي المنيس ابن الراحل والمخضرم السياسي النائب المغفور له بإذن الله سامي المنيس. وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذه الليلة، لقاء جديد يجمعنا فيكم في الأسبوع الجاي. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.